يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد سلام على بقيه الله إمام زماننا الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته وأنتم سلام عليكم برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها اسئله اجوبه صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه الحلقه الثامنه والعشرون بعد الثلاثمائه البرنامج الذهبي إنه, إنه برنامج القرية, القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية اعرف إمامك وعرف بإمامك, بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك, ودينك إمامك. العبادة, العبادة الذهبية. الذهبية رابط, رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. إمامك البراءة, الذهبية البراءة الذهبية. طلق منهج, منهج أصحاب العمائم, العمائم الإبليسية الكبيرة, الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعه فيه ان كنت راغبا في امامك هذا هو الجزء الثامن من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه الزياره الجامعه الكبيره واتون التحريف وصلت معكم في الحلقه الماضيه الى عنوان فرعي تحريف الدين واخذت الخوء مثالا هذا هو القسم الثاني من حديثي عن الخوء الذي اتخذته مثالا على واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية على واقع حوزة الطوسي ومرجعية النجف ما قامت به وما تقوم به الى الان من تحريف لدين محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اذا هذا هو الجزء الثامن من عنواننا الزياره الجامعه الكبيره واتون التحريف وهو القسم الثاني من حديثي عن تحريف الدين الخوئي مثالا لا اريد ان اعيد ما تقدم في الحلقه الماضيه كي انتفع من الوقت في السياق نفسه في سياق التحريف والتزوير والتضليل والتثويل والتجهيل في السياق نفسه 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 مثلما انكر الخوئي تفسير الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه وهذا التفسير خاصيته أنه كاشف لسقيفة مراجع الشيعة تفسير إمامنا الحسن العسكري يفضح قبائح مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى ومن هنا ينكرونه مثلما انكر تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي يفضح سقيفة بني نجف سقيفة بني طوسي سقيفة بني مرجعية في معجم رجال حديثه الخوئي ايضا ينسف كتاب سليم بن قيس وهو الكتاب الذي يفضح سقيفة بني ساعدة انه برنامج شيطاني بتمام اجزائه كتاب سليم بن قيس يفضح سقيفة بني ساعدة ينسفه الخوئي أيضا القضية ليست خاصة بالخوء فقط مراجع سقيفة بني مرجعية بني طوسي بني نجف بني ضلال هؤلاء الذين غطسوا في العيون الناصبية القذرة الكدرة يأكلون منها ويشربون منها ويغتسلون منها ويتوضأون منها وكل حياتهم وكل دينهم أخذوه من تلك العيون الكدرة القذرة إنها عيون سقيفه بني ساعده فاسسوا لنا سقيفه بني نجف انكروا كتاب سليم بن قيس لماذا انكروه لماذا ضعفوه لماذا قالوا وقالوا وقالوا عنه لاجل إبعاد الشيعة عنه لأنه يفضح سقيفة بني ساعدة التي هي أصل دينهم وأنكروا تفسير إمامنا الحسن العسكري لأنه يفضح سقيفتهم ويكشف عن قذارتهم ونجاستهم أتحدث عن مراجع سقيفة بني طوسي منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته الملعونة المشؤومة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى وقتنا الحاضر ويبدو أنها ستستمر على ضلالها وبتريتها ومرجئيتها وتقصيرها ونصبها أعود إلى الخوء الذي اتخذته مثالا لاحظتم مستوى تحقيقه وكيف كان محققا عظيما بس من جوا مو من فوق سأخذ مثالا اخر من تحقيقه العظيم من تحقيقه العظيم ما يرتبط بظلامة الصديقة الكبرى ما يرتبط بجريمه قتل ام الحسن والحسين الخوئي ذهب الى اهم وثيقه فضعفها انه كتاب سليم بن قيس اهم وثائق ظلامه فاطمه واهم وثائق تلك الجريمه العظمى حيث قتل الصحابه فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وقتلوا جنينها هذا هو الجزء التاسع من كتاب الشيطان معجم رجال الحديث هذا المعول الذي هدم به دين محمد واهل محمد الجزء التاسع من معجم رجال الحديث من هذا الكتاب الشيطاني القذر صفحه 226 رقم الترجمه خمسة آلاف أربعمية وواحد سليم بن قيس في صفحة ميتين وثلاثين مدح الخوئي سليما من أنه ثقه جليل القدر عظيم الشان الى اخر كلامه في مدح سليم بن قيس هذا هو اسلوب ابليس مدح سليما ثم انكر كتابه هذه طريقه ناصبيه بامتياز في صفحة 237 قال الخوئي وكيف ما كان فطريق الشيخ الشيخ هو الطوسي وكيف ما كان فطريق الشيخ إلى كتاب سليم بن قيس بكلا سنديه ضعيف وانتهينا أسقط قيمة كتاب سليم بن قيس إنه أهم وثيقة تتحدث عن ظلامة فاطمة وتثبت جريمة قتلها التي نفذتها سقيفة بني ساعدة وها هي سقيفة بني نجف تلغي تلك الوثائق سود الله وجهك يا اخوي وسود الله وجه جميع المراجع الذين فعلوا فعلتك من الاموات ومن الاحياء ومن القادمين في الطريق عندهم مشكله مع هذين الاسمين مع علي وفاطمة مشكلة واضحة عند مراجع حوزة الطوسي مشكلة واضحة عنده هناك دودة نابشة تواصل نبشها فيهم ليل نهار الخوئي أنكر هذه الوثائق التي جمعت في هذا الكتاب في كتاب سليم بن قيس وذهب إلى كتاب آخر وضعّفه أيضا ضعّفه إنه كتاب دلائل الامامه فلقد عمد الى روايه واضحه صريحه هي من وثائق جريمه قتل فاطمه والغاها وفندها رجاء اعرضوا لنا الوثيقه رقم 34 من وثائق بتريه وضلال كمال الحيدري من الحلقه الثامنه من برنامج بصراحه، اتمنى على المشاهدين أن ينصتوا وأن يدققوا في كلام كمال الحيدري لأنه سيتحدث عن موقف محمد حسين فضل الله وكيف أنكر ما أنكر من ظلامة فاطمة ويتحدث ايضا عن موقفه هو باعتبار انه محقق عظيم باعتبار ان كمال الحيدري محقق عظيم وسنرى وتحدث ايضا عن استاذه الخوئي فيما يرتبط بالروايه التي وردت في كتاب دلائل الامامه لمحمد ابن جرير الطبري الامامي وليس الناصبي رجاء اعرضوا لنا الوثيقه. نعم بعضهم صرح وبعضهم جن لا لا اخفى لا لا خلي نمشي من شيء مثل سيد القول ولا سيد القول ان كل منكر وقول المنكر اسهل بكلام تقول ولي هو المشهور المعروف هو كذلك صادق لانه ما دام يتكلم وهو صادق صادق انه اذا يريد يتكلم ضمن منهج السيد القوي ما لي على لا على الجنين اقوى لكذا هذا لانه هاي الروايه التي يستدل بها واللي انا مستند اليها لاثبات انه اساسا استشهدت وان اسقطت الجنين روايه عن 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 ابن سينا ومشكوك انه هذا ابن سنان عبد الله ابن سنان منو محمد محمد وحيث ان محمد ابن سنان شنو ضعيف جدا ضعيف أحسنت الى اخره فاذا شو يصير الروايه لا الروايه صح تسقط الروايه و, و... و... و سي محمد سيدنا فضل مسند على هذا من قال بانه ماكو عندنا دليل قال بانه بابا هذه سيد خوي يقول بانها ما معلومه انه عبد الله لو محمد لو محمد لان موجوده في عند الطبري مو الطبري السني الطبري الشيعي دلائل النبوة دلائل الإمامة موجودة موجودة في البحار موجودة في 41 موجودة في الرواية كاملة وإحنا هناك ب ب ب, ب... 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 لطائف حتى نثبت أنه هذا عبد الله هذا مو شنو مو محمد بن سلمان أصلاً إحنا أكبر قلنا لا أصلاً نعدل محمد بن سلمان ونخلص شغل سأعيد بث الوثيقة مرة أخرى أتمنى عليكم أن تدققوا هو يتحدث عن محمد حسين فضل الله حينما يقول هو صادق باعتبار أن محمد حسين فضل الله تبنى رأي الخوئي في تضعيف كتاب سليم بن قيس وفي تضعيف ما جاء من رواية في دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي كمال الحيدري يؤيد المطلب نفسه وموقف الخوئي أساسا من رواية دلائل الإمامة لأنه قد ورد في سندها عن ابن سنان وابن سنان هذا قد يراد منه محمد ابن سنان وقد يراد منه عبد الله ابن سنان. عبد الله ابن سنان موثق ممدوح. اما محمد ابن سنان فهو مذموم في كتب الرجال والا فهو من خيره اصحاب الائمه. لكن بحسب ما هو مثبت في كتب الضلال في كتب علم الرجال الناصب أنا سأذهب معهم روح وراء الشذاب إلى باب الدار أمشي وراء ذول الشذابين السفلة راح أمشي وراء هالشذابين ذول الخوئي ضعّف الرواية في دلائل الإمامة باعتبار أنه جاء في سندها عن ابن سنان وابن سنان هذا مجمل لا ندري هل هو محمد أم هو عبد الله عبد الله موثوق عندهم محمد ليس موثوقا محمد مذموم من هنا ضعف الروايه محمد حسين فضل الله على المنهج نفسه كمال الحيدري يؤيد الكلام نفسه من ان ابن سنان الذي ذكر في الروايه فهو مجمل رجاء اعيد بث الوثيقة نعم بعضهم صرح وبعضهم جن لا لا أخطأ لا لا خلينا نمشي من الشيء أنت سيد القوة وأنت سيد إذا كل منكر هو راجع في الوثيقة كل المنكر أسهل بكلام وهو كذلك صادق لأنه ما زال يعتزل وهو صادق صادق أنه إذا يتكلم ضمن منهج السيد القوة المفروض يعلم لا على اسقاط الجنين اقوى لك لانه هاي الروايه التي يستدل بها واللي انا مستند اليها لاثبات انه اساسا استشهدت وان اسقطت الجنين، رواية عن عن ابن سنان ومشكوك انه هذا ابن سنان عبد الله ابن سنان ابن محمد محمد, محمد وحيث ان محمد بن سنان شنو؟ ضعيف جدا ضعيف احسنتم الى اخره، فاذا شو يصير؟ الروايه لا رواية صح أحسن أحسن الروايه صح تسقط الروايه وسيد و محمد سيف ابو مسلم هذا من قال بينه ماكو عندنا دليل قال بينه بابا هذه سيد اخوي يقول بانها ما معلوم انه عبد الله يمنه منه محمد لأنها موجوده في عند طبري مو الطبري السني طبري الشيخ دلائل النبوه دلائل الامام <applause> موجوده موجوده, موجودة في البحار 41 موجوده في الروايه كامله واحنا هناك لطائف ب... 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 الحيط حتى نثبت انه والله هذا عبد الله هذا مو شنو؟ مو محمد بن اصلا احنا اذكر قلنا لا اصلا نعدل محمد السنان ونخلص شغل انا اخاطب الثلاثه اخاطب الخوئي ومحمد حسين فضل الله وكمال الحيدري وأقولهم يا غبران يا ثولان يا طايحين الحظ يا طايحين الصبغ أنتم علماء ومحققون له سرابيت وهتلية فهمونا فهمونا الخوئي وتبعه فضل الله وها هو كمال الحيدري وهو حي يرزق بإمكانه أن يرد علي الرواية التي يتحدثون عنها في البحار وهي في الجزء الثالث والأربعين بين يدي هذا هو الجزء الثالث والأربعون من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الرواية التي يتحدثون عنها جاءت في صفحة تسعة الحديث السادس عشر نقل المجلس هذا الحديث عن دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي مثل ما ذكر الحيدري في حديثه وجاء في السنة عن فلان عن فلان عن ابن سنان هكذا جاء في السند هذا في البحار انت يا كمال الحيدري بإمكانك ان تعود الى المصدر الاصل المصدر الاصل المخطوط يا كمال الحيدري وانت الان في مدينه قم بإمكانك ان تذهب الى مكتبة المرعشي وهي قريبة من حرم السيدة المعصومة في سنتر المدينة أنت تعرف مكانها ما هي بخافية عليك وإذا أردت أن تذهب إلى مشهد فاذهب إلى المكتبة الرضوية التابعة للحضرة الرضوية وابحث عن نسخة دلائل الإمامة فإنني قد فعلت هذا من قبل حينما كنت في قم السند في هذه النسخ عن عبد الله بن سنان وليس عن ابن سنان فهذا مصدر فرعي المصدر الفرعي لا يعتمد عليه في التحقيق وخصوصا في قضيه خطيره كجريمه قتل فاطمه هذا مصدر فرعي المصدر الفرعي نعتمد عليه في حال عدم وجود المصدر الاصل هذا هو شان التحقيق اما ان يكون المصدر الاصل ليس متوفرا اساسا لا وجود له واما هناك صعوبات هائله تحول فيما بيننا وبين الوصول الى المصدر الاصل حينئذ نلجا الى المصادر الفرعيه بامكانك كمال الحيدري ان تبحث عن النسخ المخطوطه لكتاب دلائل الامامه في خزائن المخطوطات في قوم وفي مشهد وحتى في طهران النسخ القديمه الاصليه لكتاب دلائل الامامه السند فيها عن عبد الله بن سنان دعك يا ايها الخوئي ويا فضل الله ويا كمال الحيدري دعكم من النسخ المخطوطه لماذا لا تذهبون الى مراجعه النسخ المطبوعه هذه نسخة مطبوعة دلائل الإمامة إنها طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان الطبعة الثانية ألف وتسعمية وثمانية وثمانين ميلادي يعني هذه الطبعة الثانية موجودة أيام الخوئي قطعا الطبعة الأولى طبعت قبل هذا التأريخ هي الأخرى موجودة أيام الخوئي وهذه الطبعة أخذت عن النسخ المخطوطة ماذا جاء في صفحة 13 الرواية هي هي بالسند نفسه عن عبد الله بن سنان يعني أن الرواية موثوقة بحسب موازينكم القذرة يا غبران فأين تحقيقكم؟ أين تحقيق الخوئي؟ وأين تحقيق محمد حسين فضل الله؟ وأين تحقيقك يا أيها الجهبذ العظيم يا كمال الحيدري؟ حينما أقول لكم هذا تضريط فإنه تضريط بتمام معنى الكلمة ما هذه النسخة مطبوعة موجودة وهذه نسخة أخرى وقد حققت على العديد من النسخ المخطوطة الأصلية المتوفرة في المكتبات في إيران دلائل الإمامة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة هذه الطبعة الأولى ألف و13 هجري قمري اذا ما ذهبنا الى صفحه 79 والى الحديث 18 الروايه هي هي بالسند نفسه عن عبد الله بن سنان هذه نسخه مطبوعه اخرى وقد صوروا المخطوطات التي نقلوا عنها في مقدمه التحقيق هذه صور المخطوطات التي نقلوا عنها وطبعوا الكتابه على اساسها ما تقولوا لهذا تحقيقكم منيّاً من فوق من جوه من يا صفحه يا غبران تنكرون ظلامة فاطمه بجهلكم وسفاهتكم وحقارتكم يا أغبياء وهذا مديح لكم مديح لكم انتم شياطين سفله فاين تحقيقكم اين هذا التحقيق اين تحقيق الامام الخوئي هذا هو تضريط الامام الخوئي وتضريط المرجع العظيم محمد حسين فضل الله وتضريط المرجع المعاصر كمال الحيدري الكتب المخطوطه للمصدر الاصل موجوده متوفره في خزائن المخطوطات الشيعيه في قم وفي طهران وفي مشهد وتلك المخطوطات السند فيها عن عبد الله بن سنان والكتب المطبوعة وفقا لتلك المخطوطات موجودة هي الأخرى وقد عرضت بين أيديكم نموذجين نموذج كان موجودا ومطبوعا أيام حياة الخوئي ونموذج آخر إنها طبعه مؤسسه البعثه في مدينه قم ماذا تقولون انتم يا ايها الشيعه من اتباع هؤلاء المحققين العظام ماذا تقولون نذهب الى فاصل عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربعة وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه انك لو رايت السفياني رايت اخبث الناس اشقر احمر ازرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه انه يدفن ام ولد له وهي حية مخافة ان تدل عليه. <applause> لاحظوا بعد ذلك كيف يضحك الخوئي على مقلدي هذا هو الجزء الثاني من كتاب صراط النجاه في اجوبه الاستفتاءات الخوئي يوجه اليه هذا السؤال هذه الطبعه طبعه دار الصديقه الشهيده انها الطبعه الاولى ألف 1431 هجري قمري وهذا هو الجزء الثاني صفحه 468 الكتاب يشتمل على اقوال واراء الخوئي وتلميذه المرزج واد التبريزي وحينما لا يعلق المرزج واد التبريزي هذا يعني ان رايه هو راي الخوئي صفحة 468 رقم السؤال 1607 أحد مقلدي الخوئي يسأل الخوئي: هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ احد مقلديه يساله عن كسر عمر لضلع الزهراء هذه الروايات صحيحه برايك يا ايها الخوئي واضح من ان الروايات ليست صحيحه فقد الغى كتاب سليم بن قيس وضعف ما جاء من حديث في كتاب دلائل الامامه فما بقي شيء من الوثائق التي تثبت هذه الجريمه الروايات ضعيفه وضعيفه جدا عند الخوئي السائل يساله هذه الروايات صحيحه برايكم أو أنها ليست كذلك إذا كان الخوئي صادقا وناصحا ومريدا للخير لمقلدي وكان واثقا من عقائده كان يجب عليه أن يجيب من أن الروايات ليست صحيحة لأنه لا يعتقد بها لكن كيف أجاب الخوئي الكذاب المدلس الخوئي هكذا اجاب ذلك مشهور معروف السائل يسالك يا ايها الخوئي هذه الروايات صحيحه برايكم كيف يكون الجواب الجواب ان يقول انها ليست صحيحه فهذه كتبه واراؤه واضحه أجاب بهذه الطريقة الشيطانية ضلل ودلس على السائل إذا كيف يوثق بأجوبته؟ أولا لا يوثق بتحقيقه فهو لا يرجع إلى المصادر الأصلية وقد رأيتم ذلك فيما يرتبط بتفسيره البيان في الحلقة الماضية وكيف انه اثبت في تفسيره البيان روايه من تفسير الامام العسكري وهو لا يعلم بها وقد حكم بعدم صحه كل ما جاء في تفسير الامام العسكري ومر ذلك علينا وها هو الحال مع الروايه التي جاءت في دلائل الامامه للطبر الامامي لم يدقق ولم يحقق ذهب الى البحار وهو مصدر فرعي ولم يذهب الى المصدر المخطوط للبحار الى المصادر والنسخ القديمه ذهب الى المصدر المطبوع والمصدر المطبوع فيه خلل كثير كل المطلعين على شان طباعه البحار يعرفون هذا اي تحقيق هذا اي تحقيق تحقيقه لا يوثق به مع تقلبه في الاراء وبقيت فتاواه واراءه الرجاليه ولم يصححها لأن أولاده وحاشيته منعوه من تصحيحها أي دين هذا؟ أي مزبلة هذه؟ وفوق هذا هو كذاب مدلس يقول ذلك مشهور معروف والله العالم مع ملاحظتي أن الخوئي لا يعتقد بقيمة الشهرة. الخوئي لا يعتقد بقيمة الشهرة، الشهرة في الرواية بالنسبة للخوئي لا قيمة لها عنده، هذه مبانيه المباني التي يعتمد عليها. يبني عليها فكره وفتاواه وعقائده ودينه هو لا يتبنى قضيه المشهور، قضيه الشهره الروايات بنظره ضعيفه جدا وهو لا يتبنى اهميه الشهره ومع ذلك يجيب سائله بجواب مخالف لمبانيه ومعتقده بالكامل فالخوئي لا يعتقد بالشهره ولا يعتقد ان الروايات هذه صحيحه ويجيب سائله ذلك مشهور معروف والله العالم إذا كيف سنثق بنائب صاحب الزمان بهذا الفقيه المحقق المضرط الأعلام الأضراط في تأريخ زمان الغيبة الكبرى ما هذا هو التضريط بين أيديكم ردوها علي ردوها علي إن كنتم قادرين على ذلك هذه حقائق هذه حقائق لاحظوا هذا الدجال الكذاب المدلس حينما سأله سائل والسؤال في صفحة 460 رقم السؤال 1579 سأله سائل عن رواية عرس القاسم بن الحسن في كربلاء هذا الذي يعتقده اصحاب المواكب والهيئات ويقيمون المراسم لاجل ذلك في اليوم الثامن من ايام محرم وفي ليله الثامن من ليالي محرم السائل ساله عن روايه عرس القاسم فماذا اجابه الخوئي اجابه بشكل صريح لم يثبت لدينا القضيه المذكوره والله العالم لماذا لان قضيه عرس القاسم لا تؤثر على موضوع الاخماس اما قضيه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قضية حساسة فربما لو صرح بإنكارها فإن هذا سيضعف شأن مرجعيته عند الشيعة وبالتالي ستقل الأخماس القضية قضية أموال هؤلاء أناس لا دين عندهم هذه أجوبته هذه كتبه وهذا تحقيقهم وهذا تضريطهم بالاحرى. وهكذا يعبثون بديننا. القضية ليست خاصة بالخوئي. أنا أخذت الطوسي مثالا في الحلقات الماضية لأنه مؤسس حوزة النجف. وأخذت الخوئي لأنه زعيم حوزة النجف. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن الجميع. في حلقات محدودة في برنامج تلفزيوني محدود لكنني بدأت بالكبير وانتهيت بالكبير السيستاني اسحق الفياض اسحق البطيخ سعيد الحكيم سعيد البطيخ بشير النجفي بشير البطيخ وغيرهم هؤلاء عبارة عن خيوط صغيرة لا قيمة لها في فردة جورب من جوارب الخوء فإذا كان أهل الخوء هذا فكيف حال أولئك فهذا الدجال الكذاب المدلس الخوئي هكذا يجيب سائله السائل يساله هل هذه الروايات صحيحه برايكم هي ليست صحيحه برايه بحسب كتبه وهو لا يعتقد بالشهره ومع ذلك يضحك على هذا السائل والانكى من هذا تجمع الاجوبه والاسئله وتطبع وتقدم للشيعه وهذا الكتاب طبع وطبع وطبع تلميذه ميرزا جواد التبريزي لم يعلق لماذا لم يعلق؟ هل يتفق مع الخوئي الهراء هو هو اذا هذا الذي يظهره من مخالفته لمحمد حسين فضل الله هذا كذب ودجل او انه يرفض ما قاله الخوئي لماذا لم يعلق؟ لماذا لم يعلق؟ فإنه ما علق على هذا الجواب وهو قد اشترط على نفسه من أنه إذا اختلف مع الخوئي سيعلق، لماذا؟ لأنه أيضا يخاف على مرجعيته وعلى الأموال أن يعلق على جواب الخوي العمليه عمليه دجل عمليه ضحك على الذقون اذا اردت ان اقبل من ان ميرزا جواد التبريزي هو يؤمن بظلامه فاطمه كما يدعي ويتظاهر بذلك وان كنت لا اثق لا به ولا بغيره هؤلاء يركبون الموجه لاجل ان ينتفعوا منها. لو كان فاطميا حقيقيا لماذا لم يعلق على هذا الكذب والدجل؟ هو يعرف جيدا راي الخوئي ويعرف جيدا ان هذا الكلام تدليس وكذب اذا لماذا لم يعلق ميرزا جواد التبريزي؟ الجميع مشتركون في القذارة نفسها الجميع كلهم قمامة كلهم هذا هو الذي اقوله لكم ان كان لاحدهم من موقف حسن ما ان نذهب للبحث وراء ذلك الموقف حتى يتجلى لنا خراؤه ونجاسته وقذارته هذا واقع مراجع حوزة النجف وكربلاء. ردوها علي هذه الحقائق كذبوني ولو بحرف واحد هذه الحقائق وهذه الكتب وهذه الوثائق ردوها علي كذابون دجالون بأجمعهم سفلة هؤلاء هكذا يضحكون على الشيعه لاجل ان يتزعموا على الشيعه الحمير ولاجل ان يسرقوا اموالهم اتحفونا 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 بالوثيقه الديخيه. ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي أدلع. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبه اليه قال توصل اطمئنا تركبهم يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عباره واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي استعجل وش اقول له تركب <applause> يعني خلاقة أغامي شيني <applause> مرتين خلاقة أغامي شيني يتبقوا لأخوكي أخرى تسرون فقوش الديخ <applause> العربية الحرش والنص كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما بدي أجيب الأسماء عرفنا قال تركب مثل ما تركب نام وقال <applause> <applause> لا مو علم اجمالي هذا واقع <applause> واقع الشيعه لا ابو الواقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه الاحاديث الصحيحه ينكرونها ظلامه اهل البيت ينكرونها احاديث اهل البيت يضعفونها لكن حينما يصل الدور الى سرقه اموال الشيعه باسم صاحب الزمان يصدرون الفتاوى بوجوب دفع الاخماس اليهم من دون روايات وحق الزهراء لا يملكون رواية واحدة لا يملكون حديثا واحدا أتحداهم جميعا ودائما أتحداهم أن يأتوا برواية واحدة حتى لو كانت ضعيفة بحسب قذاراتهم الرجالية أن يأتوا برواية واحدة تشرع للشيعة أن يدفعوا الأخماس إلى المراجع أو أن يأتوا برواية واحدة تشرع للمراجع أن يتصرفوا بالأخماس وحق الزهراء البتولي لا توجد رواية لا توجد رواية تشرع للشيعة أن يدفعوا الأخماس إلى المراجع ولا توجد رواية تشرع للمراجع أن يتصرفوا في الأخماس الموجود في الروايات أن الإمام الحجة أباح الخمس لشيعته زمان الغيبة الكبرى وهؤلاء كذابون دجالون سراق سفلة ها هو الخوء في التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء الخاص بالاجتهاد والاحتياط والتقليد صفحة 426 وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام عليه السلام لأنه وإن كان معلوم المالك وهو الإمام عليه السلام إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك، هل هناك من رواية عندك يا أيها الخوئي وحق الزهراء البتولي لا توجد رواية في ذلك. وأتحداهم جميعا أن يخرجوا لنا رواية في ذلك أن يكتبوها على أي موقع من المواقع الإلكترونية. كل هذه التشريعات التي يشرعونها للشيعه فيما يرتبط بالاموال الشرعيه بالاخماس وطريقه صرفها ومن ان الشيعه يسلمون الاموال الى المراجع ومن ان المراجع يتصرفون فيها كل هذه التشريعات لا توجد ايه ولا روايه تشير اليها لا من قريب ولا من بعيد هؤلاء السفله يشرعون من دون روايات ويعمدون الى الروايات الصحيحه بجهلهم فيضعفونها وينكرونها هذا هو تحريف الدين الذين يحرفون الدين بهذه الطريقه هم قادرون على ان يحرفوا الزياره الجامعه الكبيره وقادرون على ان يحرفوا كل شيء من هنا وضع الائمه منهاج الامان لدينهم في اسلوب لحن القول كي يحافظوا على حقائق دينهم في قرانهم وفي حديثهم لا ان يتركوا الدين بايدي هؤلاء السفله يحرفونه بحسب مصالحهم ما هذه الحقائق بين ايديكم انا لا اتحدث في زاويه مظلمه انا اتحدث عبر الاقمار الصناعيه وفي بث مباشر مؤسسه الخوء موجوده هنا بجواري مكتب السيستاني موجود هنا بجواري في لندن بامكانهم ان يردوا على هذا الكلام لكنهم لن يستطيعوا ان يردوا على حرف واحد من كلامي لان كلامي حقائق وهؤلاء هم الدجالون هم الكذابون هم المحرفون هم المزورون الذين حرفوا ديننا حرفوا دين محمد وال محمد الروايات الصحيحه ينكرونها ويقولون من أنهم محققون وهم مضرطون وقد أثبتت لكم تضريطهم هل هذا تحقيق ما مر علينا في الحلقة الماضية وما مر علينا في هذه الحلقة هل هذا تحقيق أم هذا تضريط وهذا الأمر على طول كتب الخوئي وعلى طول كتب بقية المراجع ما أنتم تلاحظون القضية ليست خاصة بالخوئي جئتكم بصادق الشيرازي مثالا يوم امس وحدثتكم عن غبائه الذي ما رايت غباء كغبائه وجئتكم اليوم ايضا بكمال الحيدري ومحمد حسين فضل الله الجميع هكذا الجميع هكذا وقت البرنامج لا يكفي لان اتناول الجميع لكنني اقولها لكم من الاخر انني اتحدث عنهم جميعا من دون استثناء هذه هي الحقيقه من الاخر عن الاموات وعن الاحياء وعن القادمين لانهم يسيرون على نفس المنهج القذر قد قد يكون كلام صحيح عند هذا ولكننا إذا ما بحثنا وراءه فإن القذارة كلها سنجدها حينئذ يختلفون في درجة سوءهم وبتريتهم وقذارتهم لكنهم في الآخر بتريون جميعا مرجئيون جميعا مقصرون جميعاً لانهم ياكلون ويشربون من المخراه نفسها من تلك العيون الكدره القذره التي نهانا عنها امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وامرنا ان نتوجه الى العيون الصافيه الطاهره النظيفه نذهب الى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: ان لصاحب هذا الامر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل، فقلت له: ولم جعلت فداك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا هل نستغرب بعد ذلك من أن الخوئي يفتي ويتبنى عقيده غريبه عن منهج العتره الطاهره بشكل واضح فهو لا يعتقد ان الاول والثاني من الذين نصبوا العداء لمحمد واهل محمد إنه يبرئهم من حالة النصب هذه الكتاب الذي بين يدي فقه الشيعة أبحاث الخوئي وهذا هو الجزء الثالث من فقه الشيعة الطبعه الثالثه الف وتسعه وتسعين ميلادي قم المقدسه صفحه ميه وتسعه اذ المراد بالنصب بنصب العداء لمحمد وال محمد إذ المراد بالنصب نصب العداوة والبغضاء وهذا ليس من مصاديقه ومن هنا ومن هنا ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة مع الاعتراف بما لهم من الشأن والمنزلة الأول والثاني ما هما من النواصب أنكر ظلامة فاطمة وحينما أنكر ظلامة فاطمة وفند الوثائق التي ترتبط بها وهو يدلس على الشيعة فيما يجيب به من أجوبة على أسئلتهم بخصوص ظلامة فاطمة كما مر علينا أنكر ظلامة فاطمة فند الوثائق كلها حينما انكر ظلامتها فانه قد برأ قتلتها من قتلها فرجع هنا كي يبرئهم من ضلالهم وليس من قتل فاطمه هو حينما انكر ظلامة فاطمه قد برأ هؤلاء من قتلها لكنه جاء هنا كي يبرئهم من ضلال العقيده الانكى من هذا في الصفحه نفسها وهو يتحدث عن النواصب فيقول لا خلاف في نجاستهم بل ادعي الاجماع عليها في كلمات جمع من الاصحاب والمراد بهم النواصب منهم من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية هو يزيد لعنهم الله يعني هؤلاء النواصب والأول والثاني ما هما من النواصب ماذا يقول أئمتنا الرواية في الكاف الشريف في الجزء الثامن إذا كتب الكتاب قتل الحسين إذا كتب الكتاب إنها الصحيفة المشؤومة التي كتبها أرباب سقيفة بني ساعد إذا كتب الكتاب قتل الحسين هذه ثقافة العترة أما هذه ثقافة الطوسيين ثقافة البتريين هذه ثقافة القذارة النجفية هذه ثقافة القمامة الطوسية والمراد بهم بالنواصب من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية ويزيد لعنهم الله وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين، يعني الذين حضروا لمقاتلة الحسين أيضا ليسوا من النواصب وإنما كثير منهم هذا هو منطق الخوئي هذه قمامة الخوئي هذا هو التحقيق هذا هو الذي تتحدث عنه زيارات أهل البيت هذا هو الذي تتحدث عنه كلماتهم احاديثهم ادعيتهم الشريفه دعاء صنمي قريش لا اجد وقتا لقراءته عودوا اليه انتم بانفسكم وقارنوا بين دعاء صنمي قريش الذي هو قنوت امير المؤمنين في صلاته قارنوا بين دعاء صنمي قريش وبين ضراط الخوء هذا قد لا تقبلون أن أستعمل هذه الكلمات أنتم أحرار في رأيكم وأنا حر في رأيي وأنتم ستحاسبون بحسب عقولكم وأنا سأحاسب بحسب عقلي عقلي يحكم علي أن أتلفظ بهذه الكلمات كي أضع النقاط على الحروف كي أشخص كي أشخص بين الطهارة والنظافة وبين القذارة والمخرؤة والقمامة اتحدث عن حوزة النجف، عن حوزة الطوسي. الذين حضروا لقتال الحسين ما هم من النواصب، كثير منهم، وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين عليه السلام. ماذا أعلق على هذا الكلام؟ لا أريد أن أعلق أكثر مما علقت، والقضية هذه ما هي بسرية، هذا كتابه فقه الشيعة، وهذا أحد تلامذته، مباني منهاج الصالحين الجزء الثالث تقي الطباطبائي القمي. وهذه الطبعة طبعة منشورات قلم الشرق الطبعة الثانية ألف وتسعة 1429 هجري قمري قم المقدسة صفحة 250 ومن الغريب ما عن سيدنا الاستاذ على ما في التقرير في هذا الكتاب ومن هنا يحكم باسلام الاولين الغاصبين الى اخر الكلام هو يرد عليه هو يرد عليه يرفض كلامه يناقشه لا اريد ان اقرا كل شيء لكن هذه المصادر التي تثبت ما أقول مباني منهاج الصالحين لأحد تلامذة الخوء ومن مراجع قوم وهذا هو فقه الشيعة إنها أبحاثه وتقريرات أبحاثه الاستدلالية الأول والثاني ما هم من النواصب وهناك جمع غفير ممن حضر لقتال الحسين وشارك في قتله وما هم من النواصب لانه حكم بالنصب على كثير ممن حضر في كربلاء على كثير يعني هناك ايضا من جموع الحاضرين ما هم ليسوا بنواصب هذا الفكر القذر والوسخ هو الذي ينتج الينا هذا الحديث رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه حفيد الخوئي جواد الخوئي أليس المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق قال السنة أخوتنا بل أنفسنا وأصدر تلك الوثيقة الإنسانية الهامة للمتطوعين وأوضح لهم القيم الإسلامية الإنسانية في التعامل مع ألد عدو للبشرية أعتبر وهو داعش أكيد لاحظت عشر صفحات عشرين نقطة كيف تتعاملون مع أعدائكم وهل تعلمون أن هناك رأيا قيما في النجف الأشرف يقول أن داعش ليس بنواصب ولا أريد أخوض بهذا التفصيل لأن النواصب لهم أحكام خاصة شديدة جدا وهناك رأي محترم في النجف يقولون أن داعش ليس بنواصب هذول مقاتلين ضالين آه، مفسدين أما مو نواصب بل قد أضيف شيئا أن للإمام الراحل السيد الخوئي رأياً وقد يناقشه الآخرون هذا حقهم في كتابه فقه الشيعة يقول إن الشيخين عمر وأبا بكر ليس بنواصب الدواعش ليسوا نواصب قتلة الزهراء ليسوا نواصب قتلة الحسين فيهم من ليسوا نواصب اذا من هم النواصب؟ اذا لم يكن قتلة الزهراء من النواصب ولم يكن الذين حضروا في كربلاء من النواصب جميعا والدواعش ليسوا من النواصب، إذا من هم النواصب؟ من هم؟ أنا أترك الإجابة إليكم، لكنني أسألكم سؤالا وجيزا، هذا الذي سمعتموه مني في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة وانكم ما سمعتم شيئا صدقوني هذه حسنات الخوء سيئات الخوء اقبح من هذا بكثير هذه حسناته الدليل على انها حسنات هم يفتخرون بها ما هو هذا حفيده يفتخر بها وهذه كتبه هي التي تطبع وتنشر وهذه اقواله هي التي تبث على الفضائيات وتدرس في الحوزات فهذه حسناته سيئاته اقبح من ذلك بملايين المرات تريليونات المرات والامر ليس خاصا به هذا حال مراجع حوزه النجف وكربلاء بأجمعهم 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 لا استثني احدا من الاموات والاحياء ومن القادمين الذين ينتظرون في الصف القذارة هي القذارة والقمامة هي القمامة والضلال هو الضلال الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الحادي والثلاثون من بحار الأنوار للمجلس وهذه الطبعة هي طبعة دار الفقه للطباعة والنشر الطبعه الاولى روايه مفصله عن امامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه تبدا في الصفحه التاسعه والسبعين وتستمر إلى الصفحة الثالثة وثمانين من الصفحة التاسعة والسبعين إلى نهاية إلى آخر سطر في الصفحة الثالثة والثمانين من الجزء الحادي والثلاثين من بحار الأنوار الروايه عن امامنا الهادي بخصوص اليوم التاسع من ربيع الاول اليوم التاسع من ربيع الاول الذي نعرفه بفرحه الزهراء هو اليوم الذي قتل فيه الخليفه الثاني بحسب ما يعتقده عوام الشيعة استنادا إلى هذه الرواية وهو اليوم الأول من أيام إمامة الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه لأن الإمامة العسكرية استشهد في اليوم الثامن من ربيع الأول في السنة الستين بعد المئتين من الهجرة الشريفة حديثنا عن مقتل الخليفة الثاني بحسب ما يعتقده عوام الشيعة لا بحسب ما يعتقده مراجع الشيعة مراجع الشيعة لا يعبؤون بالروايات والأحاديث ومنهم الخوئي المجلسي نفسه ماذا قال في الصفحة الثامنة والسبعين؟ ما ذكر ان مقتله كان في ذي الحجة هو المشهور بين فقهائنا الامامية هذا هو المشهور بين فقهائنا الامامية من ان الخليفه الثاني قتل في ذي الحج هذا كلام المجلسي ما ذكر ان مقتله كان في ذي الحجه هو المشهور بين فقهائنا الاماميه الى ان يقول والمشهور بين الشيعه بين عوام الشيعه في الامصار والاقطار في زماننا في زمان المجلس، المجلس توفي سنة 1110 1110 1111. والمشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا هذا هو أنه اليوم التاسع من ربيع الأول. عامة الشيعة تعتقد أن الخليفة الثاني قتل في التاسع من ربيع الاول انه العيد الذي يعرف بفرحه الزهره هذه العقيده من اين اخذتها الشيعه من هذه الروايه الطويله التي اشرت اليها وهي مرويه عن امامنا الهادي حدثنا بها احمد بن اسحاق القمي رضوان الله تعالى عليه من خواص الائمه من وكلائهم من عظماء الشيعه هو الذي حدثنا بهذه الروايه عن امامنا الهادي وامامنا الهادي حدثنا بها عن امير المؤمنين الروايه طويله مفصله لا مجال لقراءتها الشيعة وفقا لهذه الرواية يعتقدون أن الخليفة الثاني قتل في التاسع من ربيع الأول الطبري الناصبي إنه صاحب التأريخ محمد ابن جرير الطبري الناصبي هذا هو الجزء الثاني من طبعة دار صادر بيروت لبنان صفحة سبعمية أو ستة وثلاثين صفحة سبعمية وستة وثلاثين من الجزء الثاني من تاريخ الطبري إنه التاريخ المعروف بتاريخ الأمم والملوك صفحة 736 هكذا جاء في تاريخ الطبري طعن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقينا من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين لأربع ليال بقينا من ذي الحجه يعني في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي الحجه وهذا الذي عليه مراجع النجاه الاموات والاحياء تركوا حديث الامام الهادي وذهبوا الى الطبري الناصبي السيستاني كذلك محمد باقر الصدر كذلك الذين قبلهم الذين بعدهم الاحياء الموجودون ينكرون حديث الامام الهادي الذي هو حديث امير المؤمنين ونحن الحديث واضح جدا هو حديثهم وكلامهم ويذهبون الى ما تبناه الطبري في تاريخه الخوئي في الجزء التاسع من التنقيح في شرح العروة الوثقة هذا هو أشهر كتاب من كتبه الفقهية الاستدلالية الجزء التاسع من التنقيح في شرح العروة الوثقة صفحة ثلاثمية وعشرين هنا يتحدث عن الاغسال الزمانيه المستحبه الثاني عشر هناك غسل في اليوم التاسع من ربيع الاول ماذا يعلق الخوئي على هذه المناسبه باعتبار ان يوم التاسع من ربيع الاول يوم عيد فهكذا يقول الخوئي على ان كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم على أن كون سبب هذا العيد سبب العيد مقتل عمر على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفا عند العوام من أين عرف العوام من حديث امير المؤمنين الذي نقله لنا امامنا الهادي ورواه عن الهادي احمد بن اسحاق القمي وهو موجود في كتبنا. على ان كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وان كان معروفا عند العوام الا ان التاريخ اي تاريخ؟ تاريخ الطبري وأضرابه إلا أن التاريخ أثبت وقوعه في السادس والعشرين من ذي الحجة فليلاحظ فانتبهوا إلى هذا هذا هو الذي ذكره الطبري من أن مقتل عمر كان في يوم الأربعاء لأربع ليالٍ بقين من ذي الحجه يعني في السادس والعشرين من ذي الحجه وهذا هو الذي يثبته هنا الخوي على ان كون سبب هذا العيد الحديث عن فرحه الزهراء اتفق في هذا اليوم وان كان معروفا عند العوام من ان الخليفه الثاني قتل في هذا اليوم من اين جاء به العوام من حديث اهل البيت إلا أن التأريخ أي أيوه التأريخ تأريخ الطبري وأمثاله من المؤرخين النواصب إلا أن التأريخ أثبت وقوعه في السادس والعشرين من ذي الحجة هؤلاء يصدرون الفتاوى ويشرحون الفتاوى ويتعاملون مع حيثيات الفتاوى بهذه الطريقة ما هذا كتاب فقه هذا شرح للعروه الوثقى هذه فتاوى الخوئي هذا بحثه الاستدلالي يلغي حديث الائمه ويثبت ما يثبت استنادا الى الطبري انا اسالكم بالله هل هذا منطق شيعي؟ أنتم استمعتم إلى حديثي في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة هل أنا أتحدث عن شيعة هل هؤلاء شيعة أنتم ماذا تقولون والله منذ أربعين سنة وأنا أتفحص هذه الكتب لقد تفحصت أحدادا هائلة أقسم بهذا القرآن بقرآن محمد وأهل محمد والله ما سقط في يدي كتاب لمرجع شيعي منذ أكثر من أربعين سنة وفقا لمنهج العترة الطاهرة قد أكون مخطئا قد أكون ضالا لكن هذا هو الذي موجود في عقلي وقلبي والله لا أكذب عليكم وحق هذا القرآن وحق أمير المؤمنين منذ أكثر من أربعين سنة ما تركت كتابا لا صغيرا ولا كبيرا لا مخطوطا ولا مطبوعا إلى هذه اللحظة لم يقع في يدي كتاب لمرجع شيعي وفقا لمنهج العترة الطاهرة قد أكون جاهلا، قد أكون ضالا، قد أكون مخطئا، قد أكون غبيا، قد أكون قد أكون قد أكون لكنني صادق معكم، هذا هو الذي أعرفه وهذا هو الذي وجدته وما وجدت غير ذلك نذهب إلى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر، صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، وفي شهر واحد، في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون الباس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات اهدى من رايه اليماني هي رايه هدى لانه يدعو الى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو, يدعو إلى الحق وإلى طريق, طريق مستقيم. في متابعتي لكتب الخوئي ولمنهجه. أتلمس فيه دائما على طول الخط الاقتراب إلى النواصب بقدر ما يستطيع والابتعاد عن العترة بقدر ما يستطيع وهذه الحالة ليست خاصة بالخوئ تتجلى بشكل واضح في السيستاني بنحو غريب جدا وعند البقية أيضا هذه الحالة وجدتها تتجلى في الطوسي وفي الذين جاءوا من بعده قد تكون واضحة جدا عند بعضهم وقد لا تكون واضحة جدا لكنها متشربه في وجودهم، في كياناتهم. اتحدث عن الجميع، عن الاموات والاحياء والقادمين. هذا ما اعتقده انا، ليس بالضروره ان يكون صحيحا. لكنني اتوسل الى امامي ان اموت على هذه العقيده، ان اموت على هذا الفكر. لانني وصلت إلى هذه النتائج بعد تحقيق وتدقيق لا كتضريط هؤلاء لقد حققت الأمر تحقيقا ودققته تدقيقا ونقرته تنقيرا ونبشته نبشا وما تركت حجرا على حجر الا وقلبته من جميع جهاته حتى وصلت الى هذه النتيجه التي يمكنكم ان تقراوها من تقاطيع وجهي ومن لغه جسدي ومن طريقه لفظي من انني متيقن منها لست شاكا ولست مترددا اقولها بجراه وبملء فمي وبعالي صوتي فما اطرحه لكم هذا ما اعتقد به لكنني لست معصوما قد اكون مخطئا قد اكون مشتبها هذه الاحتمالات بحكم الامكان العقلي قائمه لكن حالتي النفسية مستقرة مذعنة مطمئنة للذي وصلت اليه من النتائج اريد ان احيا ما بقي من حياتي على هذا الفكر واريد ان اموت وان اودع الدنيا على هذا الفكر وبهذا التصور وبهذه النية وبهذه الرؤية لمراجع الشيعة منذ زمان طوسي وإلى يومنا هذا مع القادمين على نفس هذا المنهج القذر مثل ما قلت لكم وأنا أتتبع كتب الخوئي فإنني أجده يميل إلى النواصب بقدر ما يستطيع بقدر ما يستطيع ويبتعد عن ثقافة العترة الطاهرة بقدر ما يستطيع قطعا لا يستطيع أن يميل كل الميل فحينئذ سيكون ليس شيعيا أنا لا أقول إن الخوئية ليس شيعيا على أي حال سأضرب لكم مثالا من تفسيره البيان وهذه النسخة مطبوعة أيام حياته طبعة دار التوحيد الكويت ألف وتسعة وسبعين ميلادي وهو يتحدث عن القراء السبعة لا أريد أن أتحدث عن موقف مراجع الشيعه الضال بحيث يجيزون للمصلي ان يقرا بالقراءات السبعه في الصلاه وهي قراءات ملعونه في ثقافه العثره الطاهره وانما اجاز الائمه لنا ان نقرا بما هو معروف بين الناس المعروف بين الناس في مشرقنا من أن الناس تقرأ بقراءة حفص فهذا هو المقصود في الروايات من أننا نقرأ في الصلاة بقراءة الناس بالقراءة المعروفة وهي قراءة حفص قد يختلف الأمر في شمال أفريقيا في بلاد المغرب العربي القراءة الشائعة عندهم قراءة ورش ليست كالقراءة التي عندنا في المشرق العربي انها قراءة حفص على اي حال هذا ليس مهما يتحدث الخوئي عن الكسائي وهو علي بن حمزه الكسائي الكوفي المعروف احد القراء السبعه ينقل ما جاء مذكورا في كتب المخالفين ومع ذلك يحرفه لاجل ان يتستر على الكسائي انه ينقل عن معجم الادباء بحسب ما موجود في الحاشيه نقل عن معجم الادباء عن الجزء الخامس صفحة 185 الموجود عندي هنا هو الجزء الرابع لاختلاف الطبعات انها طبعة دار الغرب الاسلامي بيروت لبنان معجم الادباء كتاب معروف لياقوت الحموي ماذا جاء في الجزء الرابع من معجم الادباء لياقوت الحموي الطبعه من تحقيق الدكتور احسان عباس صفحه 1739 ما الذي جاء؟ كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه الرهق الخفة الطيش الحمق كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ وماذا يفعل ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقه الغلمان الروقه هم الذين تكون بشرتهم بيضاء ناعمه بضه واجسامهم ممتلئه ووجوههم محمرة هؤلاء هم الروقة صاحبنا عركشي وفرخشي فرخشي يعني لواط بالتعبير الشعبي العراقي هذا هو أحد القراء السبعة رضوان الله تعالى عليهم الذين يفتي مراجعكم بجواز القراءة في الصلاة بقراءاتهم وهذا واحد منهم عركتي فرختي هم يقولون لست أنا هذا في معجم الأدباء لياقوت الحموي ياقوت الحموي إنه صبي منه كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة إلا أنه بإنصاف نحكيها لله إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا ولك هو فرختي وعرقتي كيف يكون صدوقا هم يقولون عن الكسائي هذا الخوئي نقل هذا الكلام ماذا فعل الخوئي؟ هو في مقام تضعيف القراءات وفي مقام الحديث عن تأريخ هؤلاء القراء هكذا كتب كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر بنقاط وضع الخوء نقاطا الا انه كان ضابطا قارئا عالما بالعربيه صدوقا رضوان الله تعالى على الشيخ الكسائي الذي كان عرقشيا فرقشيا لماذا حذف الخوئي ما جاء من تصريح من انه يجاهر باتخاذ الغلمان الروق يجاهر كان يفعل ذلك جهرا لماذا حذف هذا ووضع نقاطا الأنكى من هذا مؤسسة الخوي النوابغ العظام هذا البيان إنها طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي هذه الطبعة الثالثة 2007 ميلادي وهم قالوا في المقدمة ومؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدس سره التي بدأت مرحلة المشوار الطويل في تحقيق وطبع ونشر ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة هذه الأفكار المقدسة مرت علينا هم يقولون عنهم أحرار فيما يقولون الأنامل الشريفة هي هذه التي مرت علينا وقدمت لنا من التضريط في أعلى المستويات مثل ما مر علينا من التحقيق العظيم في تحقيقي وطبعي ونشري ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة يعني أنهم سيحققون تحقيقا عظيما ماذا حققوا لنا دول السرابيت نذهب إلى صفحة 140 141 حتى النقاط حذفوها أي تحقيق هذا النقاط حذفوها فصار الكلام هكذا كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبي ويجاهر به ويجاهر به هذا الضمير الهاء هم جاءوا به لأن الخوئي كتب ويجاهر ب نقاط في المصدر الاصل ماذا جاء ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقه ماذا جاء في نسخة مؤسسة إحياء تراث الإمام الخوئي ويجاهر به ويجاهر بالنبي وهذا تحقيق صدقوني هكذا تجري الأمور هكذا تجري الأمور المصدر الأصل هذا بين يدي أقرأ عليكم كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة فرخت الرجل كان الخوئي جاء فحذف هذا الكلام ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقه ويجاهر بنقاط فجاءت مؤسسه إحياء تراث الإمام الخوئي والتي هكذا قالت ماذا تفعل؟ التي بدأت مرحلة المشوار الطويل في تحقيق وطبع ونشر ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة ماذا فعل حذفت النقاط وحرفت الكلام ما هو الخوئي محرف ومؤسسته محرفه والحوزة محرفة والدين عندنا محرف هذا هو دينكم يا أيها الشيعة يا أيها العمالقة يا أيها النوابخ يا أيها الأبطال هذا هو دينكم مضرطة في مضرطة هي هذه مؤسسات التحقيق كان الكسائي اعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به في المصدر الاصل يجاهر باتخاذ الغلمان الروقه هذا الكلام معروف عن الكسائي بين يدي كتاب اخر هذا هو بغيه الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة الجزء الثاني المكتبة العصرية الطبعة الأولى ألف وأربعمية وسبعة وعشرين هجري قمري بيروت لبنان هذا الكتاب كتاب معروف لجلال الدين السيوطي بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم صفحة 137 رقم الترجمة 1701 وقال ابن الاعرابي: كان الكسائي اعلم الناس ضابطا عالما بالعربية قارئا صدوقا إلا أنه كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان. هذا موجود في كل كتبه هذا كتاب اخر هذا غير معجم الادباء الذي قرات منه قبل قليل لياقوت الحموي هذا الكتاب بغيه الوعاه لجلال الدين السيوطي كانت عندي نسخه في مكتبتي حينما كنت في مدينه قم فيها عباره لانني احفظ النصوص لا زالت ذاكرتي جيده الى هذا الوقت وان بدا الزمان يقرضها قرضا ليست كما كانت ايام الشباب في تلك النسخه وكانت في مجلد كبير واحد الجزعان في مجلد واحد الى الان اتذكر ما قرات فيها ما نقله السيوطي عن ابن الاعرابي فقال كان الكسائي اعلم الناس ضابطا عالما بالعربيه قارئا صدوقا إلا أن الناس كانوا يأخذون عليه يعني هو بنظرهم ما عنده مشكلة الناس يلومونه إلا أن الناس كانوا يأخذون عليه من أنه كان يديم أتذكر كان يدمن يدمن شرب النبيذ ويأتي الغلمان كان يدمن شرب النبيذ ويأتي الغلمان الرجال عركتي وفرختي وبشكل علني وجهري أتعلمون أن الكسائي هذا هو الذي ربى الأمين والمأمون وله حكايات مع أبي نؤاس المقام ليس محلا لذكرها بامكانكم ان تعودوا الى كتب السير والى معاجم الادباء كي تطلعوا على التفاصيل انا تحدثت عن بعض منها في برامج سابقه لا اجد وقتا كي اتناول كل المطالب السؤال هنا لماذا يا ايها الخوئي تملا معجم الرجال بالانتقاص من رواه حديث اهل البيت لماذا كتابك معجم الرجال ما وجدت فيه مره واحده انك سترت على رجل من رواه حديث اهل البيت ووضعت نقاطا تحاول ان تجمع كل معايبهم وهي اكاذيب لكن حينما تأتي إلى هذا السافل إلى هذا الكسائي إلى هذا العركش الفرخش تتستر عليه وبعد ذلك تأتي مؤسستك الكريمة في إحياء تراثك الذي كتبته لنا بأناملك الشريفة وتحقيقك العظيم وأفكارك المقدسة فتضيف تحريفا الى تحريفك هكذا وصلنا الدين من محرفين عن محرف هكذا عبدناهم هكذا عبدناهم اتحدث عن مراجع النجف وكربلاء هكذا عبدناهم عجولا بعدها تاتي عجول وورثناها وورثناها سفيها عن حمار عن جهول هذا هو واقعنا وتلاحظون هذه المؤسسات تحرف وهؤلاء المراجع يحرفون كل المكتبه الشيعيه هكذا وحق حسين وحق حسين كل المكتبه الشيعيه هكذا نذهب الى فاصل عن الحكم بن عيينه قال لما قتل امير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام اليه رجل فقال يا امير المؤمنين طوبى لنا اذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحبة وبرأ النسم لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد فقال الرجل وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا قال بلى قوم يكونون في اخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا فاولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا في تفسيره البيان الخوئي صفحة 216 من طبعة مؤسسة إحياء آثار الخوئي الحديث في مسألة تنزيهه للصحابة من تحريف القرآن فهو يصر على أن الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يحرفوا القرآن وهؤلاء الصحابة لم يقتلوا فاطمة وهؤلاء الصحابة ليسوا من هواصب وهؤلاء وهؤلاء فيقول فكيف لا يهتمون بأمر الكتاب العزيز؟ الذي عرضوا انفسهم للقتل في دعوته، وإعلان احكامه، وهجروا في سبيله اوطانهم، يتحدث عن الصحابه بعد رسول الله، وبذلوا اموالهم واعرضوا عن نسائهم واطفالهم ووقفوا المواقف التي بيضوا بها وجه التاريخ الصحابه بيضوا وجه التاريخ الذين قتلوا فاطمه فاطمه تقول صبت صبت علي مصائب من قبل من من قبل الصحابه صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا أيامها ليالي وهذا وأمثاله من ثولان ومضاريط حوزة النجف وكربلاء يتحدثون بهذه الطريقة هذا الكلام ليس خاصا به هذا كلامهم جميعا هذا كلام محمد باقر الصدر وهذا كلام السيستاني وكلام البقيه من الاموات والاحياء هذا كلام الوائلي وكلام خطباء المنبر من مدرسه الوائلي هذا كلام الفضائيات وكلام اصحاب العمائم من وكلاء المرجعيه هذا كلام المعممين هذا كلام حوزة النجف الزهراء تقول صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام صرنا لياليا وهذا يتحدث عن انهم بيضوا وجه التأريخ اي وجه بيضوه للتأريخ يا ايها الخوئي ما هذا الضراء وما هذا الضلال والى متى تبقون يا ايها الشيعه مرتكسون في هذه القذاره الى متى الواقع الشيعي واقع بعيد جدا بعيد جدا عن امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وماذا تتوقعون من مرجعيه كهذه وهي تتحدث عن صفات مرجع التخليد هذا كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد، صفحة 220، للجزم للجزم بأن من يُرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم او يكون ممن له ثبات تام في امرهم عليهم السلام هو الذي يقول فهو لا يشترط في مرجع التقليد ان يكون شديد الحب له او ممن له ثبات تام في امرهم صلوات الله عليهم انه يتحدث عن نفسه هو يتحدث عن واقعه ويتحدث عن واقع مراجع النجف وكربلاء، فهذا هو واقعه. لا هم بالذين يحبون الائمه حبا شديدا، ولا هم بالذين لهم ثبات تام في معرفتهم. هم يعرفون انفسهم. الخوئي هنا يتحدث عن نفسه ويتحدث عن اساتذته. ويتحدث عن سائر مراجع النجف وكربلاء، انه يتحدث عن مراجع حوزه الطوسي، هؤلاء هم، للجزم من اين جئت بهذا الجزم؟ وهو يخالف الروايات ويخالف الكتاب الكريم، هذه المسأله تحدثت عنها مرارا لخطورتها، وساعود اليها في حلقه يوم غد. انما اردت ان اجعل رابطه بين حديثي في هذه الحلقه وحلقه يوم غد كي تلاحظوا من ان الضلال الذي حدثتكم عنه في هذه الحلقه وفي الحلقه الماضيه هذه نتائجه نتائجه ان يصل الخوئي جازما وقاطعا من دون دليل هذا هو التحقيق سابين لكم تضريطه ان شاء الله تعالى في حلقه يوم غد حين يقول للجزم يعني هو قد حقق في الموضوع هسه ما ادري محقق من فوق من جوه بالنتيجه حقق في الموضوع للجزم بان من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب له أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام أنا ما أدري حتى القواويد مني نصبولهم قواد عليهم لازم يحب شغلتهم الكحاب اذا يردني نصبا قحبه عليه لازم هاي القحبه تحب شغلتين ماكو عشيره بالعالم تنصب لها واحد عليها ما يكون متمسك باعراف العشيره وسوانيها واصولها ماكو حزب بالعالم ينصب لقائد إذا لم يكن مخلصا لأهداف الحزب واستراتيجيات الحزب وفكر الحزب ونظريات الحزب ماكو كنيسة تجيب لها قسيس وهو لا يؤمن بمبادئ تلك الكنيسة اللي يشبه السامع لان مراجعنا طايح حظهم هتليه سرسريه هذا هو السبب ليش بس احنا؟ هذا الكلام ليس خاصا بالخوئي السيستاني ايضا في كتابه هذا كرر نفس الكلام المراجع الاموات والاحياء كرروا نفس الكلام هذا الكلام اللي يقول الخوئي للجزم هذا الجزم تاتى من اتفاق العلماء على هذه القضيه وإلا لم يأتي من قبل أهل البيت هناك جزم بين المراجع بين مراجع حوزة النجف وكربلاء هناك اتفاق على هذه المسألة من هنا جاء جزمه وهذا الجزم يردده أيضا السيستاني في كتابه هذا قلت لكم القواويد من يجيبولهم قوادي الشيخ عليهم لازم يحب شغلتهم ولك حاب من يجيب عن قحبه تتزعم عليهن لازم هاي القحبه تحب شغلتهن ليش مراجع النجف وكربلاء من يردون ينصبون واحد على الشيعة ما يشترطون به أن يكون شديد الحب لأهل البيت ليش 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 الجواب لانه مثليه وسرسريه وسقاطات وطايحين حظ وطيحوا أو أو حظنا وياهم هذا هو السبب بقيه الجواب تاتينا في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى اسالكم الدعاء جميعا في امان الله